الدرس رقم 27 انتهى من حيث الدروس ومن حيث النشاطات. الدرس أنجزناه والنشاطات أكملناه. بهذه المناسبة السعيدة هناك ملاحظة أوثق بها بعض الأفكار. الجدول ذو مدخلين، الجدول هذا لو ننظر أفقيا ماذا سنقول؟ نقاط 9 و21، 15 نقاط، 27، 11، ثم نقاط 48. هذه المعلومات هي 1 2 3 4، 4 فراغات. من ساعدني في هذه الفراغات؟ هو هذا العمود. هذا العمود هذا من هو؟ هو المجموع. مجموع ماذا؟ حسب النوادي. نستعمل المدخل الأول الذي هو المجموع الأول حسب النوادي ونملأ 4 فراغات. نطرح الآن سؤال: من هو العدد الذي أضيفه إلى 9 لأحصل على 21؟ 15 زائد ماذا تساوي 27؟ 11 زائد ماذا تساوي 23؟ من هو العدد الذي أضيفه إلى 48 لأحصل على 101؟ ما فائدة هذا العمل؟ فائدته أنني عرفت ماذا يوجد في الفراغات هذه. عندما أعرف ماذا يوجد في الفراغات هذه أذهب إلى الجدول وأملأه بالنتائج التي وجدناها. 1 2 3 4، 1 2 3 4، يصبح عندي جدول جديد. جدول جديد فيه خانتان فارغتان. من هو الذي سيساعدني في هاتين الخانتين؟ هو العمود الأول والعمود الثالث. العمود الأول 12 15، وعلامة استفهام 53، والعمود الثالث 1 2 3 21 27. ماذا سنقول عن العمود الأول؟ ماذا سنقول فيه؟ وماذا سنقول في العمود الثالث؟ وما فائدة هذا العمود الذي كل أعداده أصبحت معلومة؟ هذا العمود الذي كل أعداده أصبحت معلومة يفيدنا في التحقق من صحة العمل. إذا كان عملنا صحيح لن نجد تناقض. نتمعن في العمود الأول، هو 12 زائد 15 زائد 11 زائد ماذا تساوي 53. هذه الأعداد هي متشابهة أجمعها، وتصبح عندي 38 زائد علامة استفهام تساوي 53. من هو العدد؟ 15. بنفس الطريقة هنا ولكن أضع علامة تعجب. لحد الآن ملأنا كل الجدول. إذن هذه طريقة أخرى لحل التمرين. نستعمل المدخل الثاني بعدما نملأ الجدول بالنتائج السابقة. نستعمل المجموع الثاني الذي هو حسب جنس التلاميذ، وذلك بقراءة عمودية. قراءة أفقية نجيب 4، قراءة عمودية نجيب 2. إذن هذه طريقة للجدول ذو مدخلين. كيف يحل هذا التمرين؟ أنجزناه بكثير من الطرق. هذه إحدى الطرق. الآن أتي إلى شيء مهم. حل المعادلات من الدرجة الأولى للسنة الرابعة ابتدائي. ستلاحظ في الحل أنك تلمح لهذا الأمر بطرق غير مباشرة. تارة تقول 3 زائد نقاط تساوي 10، تارة تقول 3 زائد خط تساوي 10 أو شريط عددي، تارة تقول 3 زائد علامة استفهام تساوي 10، تارة تقول 3 زائد علامة تعجب تساوي 10، وأخرى تقول 3 زائد مربع تساوي 10. فقط الخوارزمي هو من قال بكل صراحة 3 زائد X تساوي 10.
وكذلك يفعلون أصحاب الخامسة ابتدائي للجيل الثاني في الصفحة 10. كتاب الخامسة ابتدائي هذه الصفحة، أبحث الحروف A B C D، A زائد A زائد A تساوي B. عندما تحل هذا التمرين ستفهم ما أقول. كذلك يفعلون أصحاب الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. إذن هنا ماذا أقول؟ حل تمرين أبحث يعتمد إجراءات ترتبط ضمنيا بحل معادلات. بطبيعة الحال التلاميذ غير مطالبين بمعرفتها، وإنما يعتمدوها بشكل تلقائي. مد أمثلة لحل هذه المعادلة. هناك عدة طرق، منها لغويا، إذن 3 زائد x تساوي 10. كيف أحل هذه المعادلة؟ نصادفها كثيرا، أي واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا. كيف هتفهم التلاميذ في حاجة كما هكت؟ هي راه معادلة من الدرجة الأولى، أنا عارفينها معادلة من الدرجة الأولى، ماناش قايلينها برك، لأن في السنة الثانية متوسط باش يعرفوا الخوارزمي ويتكلموا على هذا الإكس هذايا. بصح حنا شفنا باللي يستعملوها، حنا واش نقولوا؟ يعتمد إجراءات ترتبط ضمنيا بحل معادلات. بطبيعة الحال التلاميذ غير مطالبين بمعرفتها، ولكن مطالبين باعتمادها بشكل تلقائي. غير مطالبين بالمعرفة ومطالبين بالتلقائية في الاعتماد. كيف أفهم التلميذ في قضية كما هذه؟ أنا جربنا شرح هنا منذ قليل. إذن هناك عدة طرق، منها لغويا، 3 زائد عدد يساوي 10، من هو؟ يجيبك التلميذ مباشرة بسبعة، أو نفكك العشرة بواسطة 3 فأقول له 3 زائد x تساوي 10، والعشرة هي 3 زائد 7، إذن الـ x هو 7. أو نحول الجمع إلى طرح، تقول له أن الـ x هذايا يساوي 10 ناقص 3، اللي هي 3 إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة، مازال ما يعرفهاش. وهناك حيل أخرى حسب شكل الأعداد. هذا ما أردت قوله في هذا الفيديو. انتهى الفيديو.